السلام عليكم ورحمة الله. الزعفلاون، التطورات الأخيرة اللي تعرفها الساحة الدولية واللي ماهيش في صالح العصابة الحاكمة راح تدفع بالنظام الجزائري باش يرفع دعاوي قضائية ضد المجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة، ضد خبراء هذا المجلس اللي راسلوا لونو جمعية الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر. طبعا راح يطلب تطبيق قانون الإرهاب ضد هذا الخبراء، كما يطلب كذلك تطبيق قانون الإرهاب ضد البنك العالمي وضد كل من يحركهم بما فيهم المغرب، لأن المملكة المغربية اليوم راهي قاعدة تحرك في لونو، في البنك العالمي، في خبراء حقوق الإنسان، في المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الأمم المتحدة، وكذلك المحافظة السامية لحقوق الإنسان. هذو كلهم فيهم عملاء تاع المخزن، لابد من محاربتهم وتطبيق قانون الإرهاب ضد المخزن وضد هذه المنظمات اللي راهي تسير معها. نفس الشيء بالنسبة لقناة الجزيرة وقناة القناة الخامسة الفرنسية اللي اعتبرت الصحراء الغربية جزء من المغرب، وكذلك منظمة الوحدة الإفريقية حتى هي راهي نشرت الخريطة تاع المنظمة، بالرغم من أنه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو في المنظمة الإفريقية، ولكن نشرت الخريطة بضم المغرب للأراضي الصحراوية. هذا كله انتهاك لحقوق الإنسان، انتهاك للقوانين الدولية. وبما أنه الجزائر يعني النظام الجزائري نظام يحترم كثيرا حقوق الإنسان ويحترم كثيرا المواثيق الدولية والقوانين الدولية، راح إذن يرفع دعوى قضائية، وفي نفس الوقت سيعقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن بحضور الجنرال شنقريحة السعيد اللي باش يتخذ إجراءات قمعية ضد المخزن وضد هذا الكواكب اللي دايرة به هذا ضمن شغل البنك العالمي وهذا الخبراء في حقوق الإنسان. واش من خبراء هذو؟ ما سمعت هذو كلهم متهمين بالمساس بمعنويات الجيش الجزائري، هذو متهمين بالمساس بمعنويات الزلام النظام، لأن الشعب الجزائري ما يحتاجوش معنوياته تتهز ولا ما تتهزش، ولكن الزلام العصابة وغلمانها وأنذالها هذو ما معنوياتهم راهي ممسوسة. لا بد من الحفاظ على معنويات العصابة وإزلامها. المجلس الأعلى للأمن سيجتمع في أقرب وقت للتنديد بمساعي المخزن وبمساعي هذا المجالس هذه المنظمات الدولية ضد الجزائر، والجزائر ستبقى صامدة في وجوههم. ونتكلم طبعا على جزائر العصابة، نتفهموا، لأن جزائر الشعب ما عندنا حاجة فيها. جزائر الشعب هذيك
تعني تحب تطيح العصابه وتحب وتعاير رئيسها تقول له تبون الكوكايين عايروا قائد اركان الجيش يقول له بوال دروبي. لا هادو العصابه ما تهتمش بهم على بالهاش بهم، انما العصابه كل ما يهمها افرادها وازلامها وغلمانها وجرذانها، هذا هو. اذا في انتظار نتائج المجلس الاعلى للامن، ماذا سيسفر عن هذا المجلس من نتائج حتى نترك المخزن المغربي اللي جند الدنيا كامل، جند الامم المتحده، جند الجامعه العربيه، جند منظمه الوحده الافريقيه، جند الاف الجزائريين في الداخل وفي الخارج، منهم صحفيين، منهم حبيبكم اللي راه يتكلم معاكم. اي نعم، هذو كم جندهم المخزن المغربي، وبالتالي لابد من محاربه المخزن والقضاء عليه حتى تتمكن العصابه الحاكمه في الجزائر من العفيس على رؤوس جميع الناس كامل. وكذلك لابد من التخلص من هاد الإرهابيين وهاد المنظمات الإرهابية، شغل من ضمنهم رشاد والماك. وهكذا العصابة بإذن الله بإذن الله يتم القضاء عليها ونتهناو منها، لأنها هي اللي راح تذوب، ماشي الشعب اللي راح يذوب، لأنه الشعب الجزائري ما زال واقف في وجه هاد المجرمين القتلة. ربي قدر الخير لبلادنا، وربي بعد عليها بلاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.